الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الخطايا والرزايا. ربنا وقنا البلايا كلها، آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان. وأتبعوا في هذه لعنة، أي آية 99 من سورة هود عليه السلام، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. احنا مريناش واحد ملعون وما جمعش بين حمقي وغطرستي ما بين عذاب الدنيا والآخرة. أتينا برقيبة الله أعلم، رغم أني عنده شيء من الإنسانية، ما أنه كلش ذلك، يا استعرب اللي يعمل في ماروكي إخواننا في مصر، تلي زار مصر، ما برشا ناس عندهم دين صحيح يعرفوا كيفاش يقدروا الإنسان، ولو كان منافقا ولو كان جاهلا ولو كان مكابر ولو كان كافر. علاش؟ خاطر احنا أهل معروف وما يزموش اللي يكلموا ربي ولقد كلم من آدم الهينو، سواء كان في ديارنا أو في دياره، فهمت الخلاق بتاعنا. برغيبة يعترف ربما بعض سلوكاته، احنا قلنا برغيبة ليس صالح باش يكون رئيس لك المدة ديك الكل، لانه مش ممكن واحد مريض بالميجالومانيا وواحد رياضي يعدي عليه وكل ما في علميش، ولهذا كي يقلوا باش يسل شيء من المال للأمة بغير حق ولا مجرد، قلنا لا يمكن يكون رئيس. هذه ملخص موقفنا منه، والسلام على المتبع الهدى.